بيعقد مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء جلسات لمناقشة الملفات الأمنية والاقتصادية وتقارير الوزراء المختلفة، كما يبحث الاجتماع متابعة جهود الحكومة لتوفير السلع بأسعار مخفضة، هذا بجانب بحث تقرير حول القوانين التي تعمل عليها الحكومة لتقدمها لمجلس النواب. فيما كشف مصدر حكومي أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء سيرأس اليوم اجتماع المجلس الأعلى للطاقة لمناقشة تقرير وزير الكهرباء حول عمليات خطة الوزارة لمواجهة أحمال الصيف، بالإضافة إلى مناقشة خطة رفع الدعم تدريجيا عن الكهرباء المقرر الإعلان عنها خلال أيام بعد مراجعتها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل عدة مقترحات لرفع الدعم تدريجيا عن الكهرباء لمدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، بحيث ينتهي الدعم عام 2023. نتكلم أكتر على تفاصيل متابعات مجلس الوزراء مع الأستاذ كمال ريان الصحفي المتخصص بشؤون مجلس الوزراء. برحب بحضرتك أستاذ كمال. سهلا. تحياتنا فندم. أهلا وسهلا، أهلا بيك. يعني أتعرف على التفاصيل أكتر عن اجتماع الحكومة لتوفير السلع بأسعار مخفضة وكمان موضوع الكهرباء. الحقيقة النهاردة الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الاجتماع كالعادة أسبوعيا بيناقش عدد من الملفات. موضوع طبعا الأسعار وضبط الأسواق ده موضوع أساسي على جدول اجتماعات الحكومة الأسبوعي. المجلس الوزراء بيناقش بشكل أسبوعي الإجراءات اللي بتاخدها الحكومة لضبط الأسعار ومنع الارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع، بالإضافة للحقيقة للموضوع اللي يعتبر من الموضوعات الدائمة. مجلس وزراء النهارده بيناقش اعتقد ان هو على جدول اعماله عدد من الموضوعات المهمه الاخرى، منها على سبيل المثال مشروع قانون لانشاء مدينه العلوم الفضائيه، والمجلس هيستعرض في هذا الاجتماع ايضا خطوات استكمال انشاء وكاله الفضاء المصريه ومدينه العلوم الفضائيه والاجراءات اللازمه لذلك، بما في ذلك طبعا اصدار التشريع اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو بينظم العمل في هذا المشروع. ايضا متوقع ان مجلس الوزراء النهارده بيستكمل الملف مواجهه معوقات الاستثمار. الحكومه كانت كلفت وزير التجاره والصناعه في اجتماع سابق ان هو يعمل تقرير حول، طبعا بالتعاون مع وزاره الاستثمار، انه يعمل تقرير حول المعوقات العمل في المناطق الصناعيه والخاصه طبعا المناطق في مختلف المحافظات. النهارده المجلس هيستعرض تقرير حول اهم هذه المعوقات وسبل تذليلها لتشجيع الاستثمار بشكل عام وخاصه في المناطق الصناعيه في المحافظات، بالاضافه طبعا لجدول الاعمال او الموضوعات الدائمه على جدول الاعمال زي الملفات الامنيه، زي متابعه الاوضاع بشكل عام، الاوضاع الاقتصاديه. واعتقد هيكون في مؤتمر صحفي بعد نصف الساعه من الان لعرض اهم القرارات اللي وصل اليها في اجتماع مجلس الوزراء. هل في قوانين هيتم ارسالها لمجلس النواب قريبا؟ بالتاكيد طبعا الحكومه الحقيقه عندها اجنده يعني فيها عدد من القوانين. كنا بنتكلم دلوقتي عن قانون انشاء وكاله الفضاء المصريه، في قانون النقابات العماليه، في قانون الاداره المحليه، بس يعني هذه القوانين الاخرى لن تناقش في اجتماع اليوم. اعتقد ان قانون الاداره المحليه هيعرض في اجتماع المجلس يمكن الاسبوع المقبل. دي قوانين كلها مهمه لان قانون الاداره المحليه من القوانين المهمه اللي هي صدورها هيسبق اجراء انتخابات المحليات. فيعني الحقيقه اجنده المجلس طبعا بالاضافه لمشروع قانون موحد لبناء الكنائس، يعني مجموعه من القوانين المهمه على جدول اعمال الحكومه الفتره المقبله اللي هيتناقشها وتحليلها المجلس النواب. اشكرك شكرا جزيلا استاذ كمال ريان الصحفي المتخصص في متابعه شؤون مجلس الوزراء.